السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عبد الرحمن وجايب لكم اليوم فيديو جديد الأبو داخيم، نكمل في سلسلتنا في البطل المغولي ونشوف شنو هدفنا وشو نقدر نوصل اليوم. طبعا ودنا نكمل على الصينيين، عندهم قلعتين ومدينتين، ولكن عدد جنودهم يعني منتي تقريبا، بس إنه راح يبقون شوكة لين نقدر نقضي عليهم كلهم. الحين المستلم فانيث هذا شنو سلالتك؟ لا باسية الحالة في العائلة. زين شنو الكلانات الموجودة الصينية غيره؟ أعتقد أن هذا الكلان الوحيد يعني اللي باقي حق هواكسيا، إيه بسهم. فإذا ذبحنا هذا راح تنتهي السلالة مالتهم. وين مكانك أنت؟ شانغ جينغ. أوكي، إحنا آخر شيء سويناه أن فككنا الجيش. شانغ جينغ هذه وينها يا شباب؟ هذه شانغ جينغ، حلو ليف. فالحين هدفنا أكيد أن نقضي على ملكهم، ويعني إذا ذبحنا ملكهم راح تصير الدولة لنا ونقدر يعني شنو أرتميس ألانتي أعلن علينا الحرب، والسذر إمباير خلينا أعلن علينا الحرب وخلهم على كيفهم يعني. هذا هو فانيث كارو، بس ما أعتقد أني راح أقدر أصيده ب 567 جندي وهو 40 جندي، بس أنه ترى صغير يعني بالعمر، فممكن يغلط أغلاط استكتيكية. نقدر نطارده لنهاية العالم، بس ما أعتقد أنه راح ينفعنا بشيء هذا. فالهدف الطريقة اللي نقدر نسويها أيضا أن نخليه يدش مدينة، يعني هو كان رايح حق مدينة شانغ جينغ، فنطارد لشانغ جينغ ونخليه يدش المدينة بعدين تفهم وياه. هذول قاعد يحاصروننا بأكثر من موقع، فنبي نستردهم، نبي نتعامل وياهم. أوه يطارد جيشنا حتى الكرفانات يطاردونك يا فينيث، ما أدري شو اسمك أنت. تعال 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 تعال، لا أثر لا أثر لا أثر، صيدوا صيدوا ربي، تكفوني ربعي صيدوا، خلي يدش معركة واحدة بس، أبي يدش معركة واحدة. صار بعيد والله، مسرعين هذول. انت بتطولها علينا يا فانيث، ترى إذا عقلك صغير ناخذ أراضيك كلها يعني بعدين نتفاهم وياك. أوكي شباب شباب، خلنا ناخذ أراضيك كلها، خلنا ناخذ أراضيك كلها، أعرف شلون نتعامل مع هذول. ولا شلون كذا مبلشين دفاعاتهم كاملة؟ ما يصير كذي يا جماعة، غش. حط لنا أربع سيجات، وين راح هذا؟ عينكم علي عينكم علي، صار 48، صار عنده جنديين زيادة. وين عيالنا؟ وين عيالنا؟ خلنا نستدعي ربعنا عدل، دامنا السالفة كذي يعني مطولة. جيب جيب ربعنا اللي ما يكلفون شيء، وينهم؟ أقرب ناس منو؟ هذولا ولا سبعة أيام؟ لا مو قراب هذولا. ميلانكا ولا التو؟ تعال التو، تعال يا طلول جاتو. والله يبي لا، خلي جندون ربعنا، خلي جندون. طبعا بالمعركة هذه قواتنا متشابهة يعني مو بعيدة عن بعض، 750 ضد 790، فمتقاربين حيل. لهالسبب يعني راح نحتاج تركيز زيادة، خصوصا يعني يمكن نخسر. راح نعطي حركة جديدة اليوم، راح نعطيهم شيلد وول وشارج. اتوقع ان خلاص المعركة الجاية راح نسوي لنا حركة جديدة. المعركة الجاية ان شاء الله نبي نلعب بدون دروع، بس ذكروني راح يكون هذا الثيم مال اللعبة، ونشوف عاد اذا جاز لكم ولا لا. فنبي ندخل عليهم اول شيء، لان مثل ما تلاحظون عدد المدافعين اكثر من اعدادنا، لأن أكيد مدافعين، بس إن المهاجمين معاهم منو؟ أبو داخيم، روح طالع قبل لا يصفون الله وكيلك، خصوصاً إنه معطيه تشكيل الظاهر، فهذا تشكيلهم، تشوفون شلون بطيء. أوه شكلوا، هذه المشكلة، إذا شكلوا وأنت مو بوسطهم. بس ذبحنا منهم، كم ذبحنا؟ 34، زين زين زين، نعدل الأرقام شوي، ونخليهم على الأقل يهتمون فينا، بعدين ندخل عليهم. ونشيل مرة ثانية هذول الرمات، إذا قدرنا نتعامل مع الرمات اللي بالجبهة هذه على الأقل نسمح الربع إنهم يدشون على راحتهم. كلكم هاجمين صح ربعي؟ وينكم الحين؟ ما جيتوا هذول وهم جايين يصفون، والكمبيوتر دائما ما يعطي أتاك، فتقدر تستغل الوضع. أوه هذول ربعنا جايين هني، نجي ندافع ندعم ربعنا هنا من الصف الخلفي. اوه هذول رماتهم، فنحاول نتعامل معاهم بعد. والله يا ابو داخيم ويا سيف سوجي يا اخي،
شيء مو طبيعي. شوف شلون كم ذبحنا منهم 139 الحالة قاص ثلث الجيش تقريبا تقريبا شباب مش لا تدققون في الحسبة يعني ترى ما حد يدان اللي يدققون في الحسبة. والحين نخلي هذه كفخ. طبعا صارت أثناء الانتظار يعني الخريطة ردت حمرة شوي. العرب أعلنوا علينا الحرب ما أدري ليش، يقول المحتلين منهم أرض. باقي يعني المدينة هذه عندهم، وعندهم بعد حصن فرق موجود هناك. هذول شاقيني كل شوي قاعد يكلموني. عنده قلعة بعد، بس إنه إحنا نبي ندمر هذول بسرعة. هذه 300 جندي فمعركة سريعة ما يحتاج إنه حتى نتعب فيها. الحين طبعا قطينا أسلحتنا، والحين تشوفون عاد شغلنا شلون صاير. يعني حولنا حتى دروعنا وأسلحتنا، حتى الطوفة مو قاعد نشوفها يعني. مثل ما تشوفون ربعنا جمه وحطناهم شارج، دشوا كلهم من اليمين، احنا نجي من اليسار ونشتغل عليهم بالثروينج. 400 هذه طقه عاديه من سلاح سوجي. وعندك يعني اوه هذا الحين طقته متعور حيل، فلازم ان نحرص زياده، نحاول ان يعني ما نذبح ربعنا في الرماح. وطالع حتى بعد بحول السيف اللي عندنا، السيف اللي عندنا سيف قصير، سيف عادي روماني. نبي نحاول بس اسمه الصحراوي يعني. للحين هذا يقدر يذبح بس انه ون هاند يعني، فطقته ما راح تكون تعور حيل. طبعا كافي انها تذبح اكيد لان ابو داخيم هو اللي قاعد يطق، لكن مقارنه بسلاح سوجي ارقامها حيل ضعيفه. فهذا اللي منحاش نحاول نصيده. لا سبقنا له حيل، سبقنا له حيل، هذا صدناه ما ذبحناه. بغينا نذبح رفيجنا بس وخرنا يسار شوي على اخر لحظه. وهذولاك اللي هناك موجودين نقدر نحذفهم. والله عندنا رماح واجد، عندنا شلفات واجد. شلفاتنا الشلفه حلو صدنا هذا. طقيت درع رفيجي، هذه تحيه رومانيه قديمه يعني. اذا كنت قاعد تلعب بالاسلحه هذه انك تطق درع رفيجك يعني فزنا في المعركة. طبعا العرب هنا حاصروا المدينة، واللي محاصرها تسلور، تعرفون تسلور صح؟ هذا حاصر المدينة وراح نحاش. نبي ناخذ نسترجع المدينة، طبعا ما راح تطول عندنا كلش لان يعني من نكمل الحصار راح نعطيها سند تروبس وناخذها. نحاشه وطقها ونحاش، فمسكناه تسلور. طبعا تعرفون شنو راح يصير، احرق عليكم يعني راح نعدمه. هذا تسلور هذا كاهن، تعالوا تعالوا اثنينكم، تعالوا اثنينكم، تعال اثنينكم. ايوه هذا احسن سيناريو، اعطها في 5 احتياط. فلان هذه معركه صعبه، لازم ان نضبط شغلنا. وربعنا معصبين شوي. راح نلعب بتكتيك لان الاعداد متقاربه، عندهم خياله قويه لانهم عرب، بس ان المعركه قريبه حيل يعني. ليش كذي؟ تعال اثنين ارجعوا ورا، واحد قدامهم، اثنين هناك، أربعة روحوا هناك، ثلاثة هني. بسرعة 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 شباب بسرعة. ولا ثلاثة، وين هذول عنا؟ ثلاثة الحقون الحقون ثلاثة. طبعا خلينا على الشلفة بس إن رجعنا لسيف سوجي لأن تحتاجه في بعض المعارك مثل هذه. فثلاثة يقدرون يوقفون العدو. المشكلة إنه ما ندري من رفيجنا ومن عدونا، وعندهم صينيين هذول. زين الحين صفوا ربعنا، واحد نبيكم تصيرون على شكل السكوير. وهذا عدو شنو؟ ثلاثة الحقوني ثلاثة. زين واثنين نبيكم تصعدون فوق شوي وتكونون على شكل اللوس. ثلاثة وقفوا هني، وأربعة خلفهم هناك. أوكي أوكي قربوا العدو بسرعة جو، بسرعة جو حيل. ثلاثة رجعوا. أيوة حلو. أربعة شغالين سهامكم هناك من على جنب. هذا عدو 100%. 85 أو عزاء، كان رميتك بسبعة أسهم الحين. والله شغالين الربع. شوف 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 شوف. ولا طقة واحدة 120. ما عندك درع نفس قبل شوي. أربعة شارج. اطلع شارج، اشتغلوا عليهم بالسهام من اليمين. تعبوا لي خيالتهم، سهامنا شغالين صح. ثلاثة اضربوا لي هذولاك، ثلاثة اضربوا لي هذولاك. اول ما توصلون راح اعطيكم امر الشارج.
بعد روح هناك روح هناك، انطحوا انطحوا لخيالتهم، انطحوا لخيالتهم. الحين شارج تفرقوا كثر ما تبون، هذول خيالتهم صاروا الحين بين مشاتنا وبين رماتنا وبين خيالتنا، فموقعهم يعني لا يحسدون عليه. خيالتنا جايه من يمين تشوفونها مقتحمه، ويعني اعداء مشاتنا اللي بالنص الحين نقدر نعطيهم الشارج يفتحون اللعب على مشاتهم، فتصير يعني خيالتنا السهام من يمين، خيالتنا الثقيله من يسار، الرمات من فوق يرمونهم، ويعني اتوقع انهم ميتين. بس المشكله في المعارك الطويله هذه، هذا لكن عدو المعارك الطويله، لوترات هذا جايب لنا ولا شنو فيها؟ اي والله لوتر. شلون وانا شاد حيلي جايب دروع ثقيله، طلعوا بيزنتس ولوترز وما ادري شنو ليفل واحد. يا الله شنو مات منا شيء، احنا ماتوا ثلاثه بس اربعه ضعف السلاح ضعف. ايش انك ما تقدر تذبح رفيجك بسلاحك؟ ما ادري الحين من رفيجي ومن عدو، بس اتوقع ان الاصفر هذا المصافر هو عدو. اي بس المشكله في المعارك هذه مثل ما اقول لكم ان طالع شلون صار اللعب مفتوح، لانه راح يجون اسناد منهم، فكذي راح نخسر جنود، فكل القوات شارج، كل القوات شارج، حتى سهامنا تحركوا وناخذ. اوه درعي دمي متى صار كذي؟ صح نسيت، ما يساعد الدرع هذا، ما يعطيك مجال انك تهاجم. والله قاعد احاول اذبحهم. 204 اخ ها زين، حذفته بدرع والثاني براس رفيجي، ماكو فايده. دشوا الحين سهامنا، لا غلبناهم، هذول سهلين، ما كانوا صعبين. يعني المشات اذا كان اساسها لوترات ما تصير شيء. باقي لنا ثلاث رماح، احنا بنخليها، احنا بنخلي رمحين حق العدو ورمح حقنا احنا، عشان اذا صار الوضع ميؤوس منا. وش دني سكيت هذا المنحاش، يكون عندنا الرمح هذا نقدر ننتحر فيه. يعني تعرف اللي يقول لك اخر طلقه لازم تخشها في الفرد اذا كان الوضع ميؤوس منه، هذا سؤال في الاجانب عندهم بالافلام الامريكيه خصوصا، يعني عشان يعطيك المنظر. زين ليش لا تحاشرون ربعي، لا تحاشرون لا تحاشرون، تموتون، واحد يطيح فيكم يتعرجب بعدين ميت. كم الحين؟ 7 ميتين. وطبعا يعني سلسلة الأحداث هذه تعرفونها، تسلور مسكناه، أبشركم مسكنا جيجور بعد، ومسكنا أميرة زيرينا شكلها حاكمة بعد هذه، وأمير جنرال هيناثوس ما أدري على شنو عرب، وكاهن مسكنا الكاهن أبو عين وحدة. فالحين ما أعتقد أننا نحتاج نتعب نفسنا حيل في الأمور هذه، فإن عدمنا هذه ما لا عندها ناس سلالاتها طويلة هذه. زين تاسلور بعد سلالته طويلة، بس قدرنا نقص راسه الخائن. جيجور بعد عندها سلالة، شو السالفة؟ زين زرينا يا نبي ننهي سلالات يا جماعة. هذا جنرال هيناثوس هم عنده سلالة، بس اتوقع هذول مرتزقة، يعني هذا ما عنده احد. ذا كانسل سراي خريد صار هو القائد، كاهن اعدم مات. فأعطينا الحركات هذه اللي نبيها ونعطي دم. والحين عاد طبعا وصلنا حق أهم نقطة ننطرها لنا فترة، اللي هي أن ننهي الشخصية بشكل كامل، وهذه نقطة يعني كنا نسعى لها من زمان، وهو الهدف اللي تكلمنا عنه في بداية السلسلة، أن هدفنا نوصل فيهم كلهم نكملهم كاملين. باقي لنا بس التريد عندنا مشكلة فيه، والسكاوتينج صعب طبعا أنك تلفله. الروغ تحتاج أنك تبتدي في طريق الروغ وتقدر تحرق وتشتغل عليه من البداية. الميديسن مثل ما تشوفون 192 ومطول حيل على ما تقدر تصعده، فقدرنا يعني نصعد الأرقام اللي نبيها. الأسلحة بسرعة صعدناها، السهام هي أكثر شيء طول عندنا، الجافلن وصلنا فيه لأنك تقدر تاخذ الرمح وهو بالأرض، فيعني تطورات كبيرة. ولكن يعني نقطة يعني بالبداية إذا تذكرون أول الأيام كنا كل ما رحنا حق مكان طقونا وغلبونا، والحين طالعين وصلنا. فكانت رحلة طويلة، يعني من إذا تذكرون في البداية
حتى الدولز كان حتى البطولة ندشها نخسرها وندش مرة ثانية ونخسر وندش مرة ثالثة ونخسر، وصامدين وصاملين. حاليا يعني المملكة للحين مضبطة وضعها، لكن العرب صايرين لنا مشكلة، بس عقب ما حرقناهم شوي في المعركة الماضية أتوقع أن وضعهم صار شوي سيء. فعندهم هذولا كذا قائد باقي لهم، ولكن نقدر نذبحهم الصينيين وننهيهم بسرعة. طبعا راح نستمر في حركة التريبوشيات، هي الحركة الناجحة. فنشوفكم داخل المعركة. طبعا اليوم أعطيناهم تشارج وطريقة غير، غيرنا شغلة بسيطة اللي هي إن معطينهم لوس بدال لا نعطيهم شيلد وول، لكن كأن اللوس مو قاعد ينفع. نص الكتايب قاعد تمشي بشكل يعني، واقفين هذول ليش واقفين؟ أعطيناهم لاين، خلينا نشوف إذا يتغير الوضع ولا طاش كثر الأعداء اللي هني. أخاف إن كلهم تجمعين هني. نعطيهم هذه حركة مثل ما قلنا بالشوترز، إنك بس تطلع رقبتك وراسك عشان يعني الضربة ما تجي صحيحة، خصوصا الرومات اللي عندهم ورا. هذا شنو؟ ما ادري عنه، طلع راسه. راسه طاح طاح طاح. لا والله ما طاح، احد يجي يرفسه من فوق خلينا عشان المنظر بس، ولا كذي شكله احلى بعد. لا كذي احلى. حلو، الحين ندخل عليهم طبعا بسيف سوجي قص عليكم. انا عبالكم مو حاط السلاح كامل، مو حاط سلاح سيوجي، ها عبالكم راد على السيف الصغير هذاك طقته 100 بس. وين رحنا؟ اف تشارج ربعي. علقت اللعبة علي في المعركة والناس كانوا موقفين يعني فترة غريبة عجيبة. فهذه النقطة اللي بنوقف فيها الفيديو. اشكركم شباب على المتابعة، ان شاء الله نشوفكم في الفيديوهات القادمة، وان شاء الله ان عجبكم الفيديو لا تنسون اللايك والاشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.